مشاهدي قناة المصرية في كل مكان، أهلا بحضراتكم. بكل الحب وبكل الأمانة الطيبة، بيسعدنا النهاردة من قصر الاحتفالات، قصر محمد علي، اللي احنا نحتفل مع حضراتكم بليلة من أجمل الليالي. ليلة بنودع فيها عام وبنستقبل فيها عام جديد. بنقول لكل المشاهدين ولكل مصري ولكل عربي ولكل إنسان على وجه الأرض، كل سنة وانت طيب، ويا رب السنة الجديدة كلها تبقى سنة مليانة خير وبركة وسعادة، ونلاقي حلول لكل مشاكلنا. النهاردة سهرتنا هي سهرة خاصة جدا، هيكون معانا نجوم قريبين جدا لقلبنا، نجوم الطرب، نجوم في السينما، ونجوم في الدراما. بس قبل ما نرحب بنجومنا النهاردة، تعالوا مع بعض مشاهدينا نشوف فاصل لنجومنا ونرجع ونكمل بقية كلامنا. وليلة بالعمر. عارفين سامو ده؟ أنا هجيبه. قول أنا من غيرك يا حياتي أعمل إيه؟ ما بحبش غيرك، ما أنت العالم اللي فيه، في الجاي والحاضر أنت معايا حاسبني بيه، وأنا بين إيديك حوالي. أنا كل ما أنا جنبك يا حبيبي، وحياتي تيجي بقى وتطمني، وكفايه كده بقى، ايه الحكايه؟
مشغول علي نجم سامو زين منورنا على قناة المصرية، وكل سنة وانت طيب. واحنا بنحتفل مع بعض بوداع عام 2009 وداخلين في عام 2010 النهاردة في راس السنة، تحب تقول ايه وايه شعورك وتتمنى ايه ان شاء الله؟ كل سنة طيبين، سنة خير وسنة سلام وسنة محبة على كل الناس المتفرجين علينا. طبعا تحية كبيرة لك يا محمد وللمخرج كلنا عاملين فيها. سعيد اني اكون معك النهاردة. اقول ايه فيها؟ اكيد فيها الوحش وفيها كويس، حاجات كتيره جت على ناس كتيره قوي يعني. بس بنقول احنا دايما الواحد بيتفائل خير، بيتفائل دايما انه اللي جاي يكون احسن، اللي جاي يكون افضل، اللي جاي يكون فيه ابتسامه اكتر. بقول ربنا يكون في راحه بال لكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي وكل الناس اللي مش موجودين معانا كمان برضه. 2010 بقول ان احنا شفنا حاجات كتيره حصلت في 2009، كوارث طبيعيه، مشاكل كتيره. بقول الحمد لله برضو كان فيها خير على كتير من الناس، الحمد لله. يمكن انا واحد من الناس كان فيها خير حاليا، الحمد لله رب العالمين. فبقول انه برضو انا زي ما اخذت الحلو هستحمل الوحش برضو، فبقول الحمد لله على كل شيء. يعني انا طبعا في البدايه برضو بشكر النجم المتالق سامو زين ان هو كان حريص ان هو يكون معانا النهارده على قناه المصريه في سهره راس السنه، ويمكن وداع عام وقدوم عام. فانا بشكرك جدا سامو. في ناس كتيره بتفتكر ان النجم سامو زين دخل الوسط الفني بفلوسه، يمكن في بعض الاشاعات بتقول انك بتنتج وبتعمل يعني حاجات من هذا القبيل، فايه الحكايه بالظبط؟ نوضحها من خلال النجم سامو زين، وازاي قدرت تحقق النجوميه دي في وقت قصير؟ بنتج وبخرج وبعمل ايه تاني؟ بعمل مصانع وبعمل كل لا انا زي اي واحد تعب في حياته جدا. كان انت عارف اكثر من الناس انه انا بدات في لندن، وقبل لندن كنت عايش في الكويت، كنت بحب المزيكا طول عمري يعني. فكان عندي محلات مزيكا بمجهود شخصي يعني، يمكن انا عصامي جدا في حياتي وفي تركيبتي اصلا الشخصيه يعني. ف بحب المزيكا وبحب الكارير ده اصلا في حياتي يعني، لحتى ما انتقلت الى لندن. وانت عارف طبعا الحكايه والناس كثير قوي عارفاها انه انا تعبت اكثر من تعبت جدا، حتى ما وصلت ربنا كرمني 12 سنه اهو من الغنى ومن كان سابع البوم. تعبت جدا لحتى ما وصلت اللي انا وصلت له دلوقتي. محبه الناس دي حاجه كبيره جدا. عشت في حتت غريبة، تعبت جدا، في ناس وقفت معايا عظيمة، كتير. تعبت ناس عظيمة وقفت معايا في حياتي،
تعبت قوي. يعني انا بشوف ان الناس ساعات بتحكم على الواحد من الظاهر، ما بيعرفوش العمق بيبقى شكله عامل ازاي. يمكن انا عشان كده بشكرك انك هديتنا انفراد النهارده هنعرضه اول مره، يمكن اول مره على اي فضائيات وفي اي برنامج كمان. فتعالوا نشوف مع بعض مشاهدينا انفراد للنجم سامو زين. نرجع نكمل بيت سهرتنا وهتكون منورانا داخل اللوكيشن قصر محمد علي، قصر الاحتفالات، النجمه التونسيه الجميله دار الزروق. خليكم معانا ونرجع نكمل بيت كلام. اكتر طريق انا عشت فيه بدايتي كلها شارع المعادي، بيت عمتي اخت ابويا الست دي المحترمه الحاجه طبعا اللي تعبت معايا قوي تعبت معايا جدا. وهي على فكره موجوده في البيت، هي على فكره هي عايشه دلوقتي في بيت تاني، بس انا قلت لها لو سمحتي انا عايز اصور في البيت ده عشان الناس تشوف بس حاجة ما شفتهاش عني لسه برضه كمان. مش عارف اوصف لكم احساسي ايه، بس احساسي مختلف شوية دلوقتي. السلام عليكم. السلام. معلش انا قعدتك شقة بس ازيك؟ عمتي وامي اللي تعبت معايا جدا 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 يا جماعة. ابن عمتي واخويا الكبير واخويا اللي واقف معايا كتير جدا جدا جدا. اتفضلوا يا جماعه. اول حاجه يا جماعه ارحب بيكم باجمل مكان في الدنيا، ومن بركه المكان ده يا عمتي وامي منى المكان ده اللي انا اول ما جيت مصر قعدت بيه، والست دي شايفه في دماغها سنين كتيره لحد ما ربنا كرمنا في حته معينه انا كنت عايش هنا. وياما انا قعدت على السرير ده نمت وهي كانت تسيب لي السرير ده علشان انام بيه وارتاح، علشان هي بتحبني جدا فكانت ايه ما ترضاش تخليني بقى ايه انام في اي حته ثانيه الا انام هنا. طبعا السرير ده ايه يعني ايه حاجات كتير. طبعا انا ايه بشكر ربنا على السرير ده انه كان موجود اصلا، لان انا ايه حسيت المكان ده انه ليه بركه من عند رب العالمين. مش قادر اوصف لكم ايه وانا انا 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 موجود هنا دلوقتي، فاحساس جميل جدا عمري ما هنساه في حياتي. بس المشكله ان انا قصير عليه. اما على فكره ما حدش يعرفه لاول مره برضه بتكلم بيه انتوا النهارده، طبعا عارفين كل حاجه جديده عني خالص. على فكره عيد ابويا هم دايما بقول ايه عمالي تقولي انتوا ليه كده طول كلكم كتير، بس هي مش بالطول هي بالقلب، هي قلبها لو بمقاس قلبها يجيبني مش العماره ويجيب اكبر من العماره كده. ربنا يكرمك يا حبيبي خليك ليا ربنا حافظ ده عليك ويشوفك اسعد. كنت عايز اوريكم الحاجات الثانيه بس طبعا الدنيا متقفله. طيب البلكونه هناك الثانيه هروح البلكونه اوريكم. اتفرجت هنا كنا طبعا ايه مش بس على طول انا محافظ حافظ عشان انا بفضل يا عمتي اخبارك بتفضل ايه؟ انا لسه حامة طبعا ايه بصحيها من الصبح بتقول لي حرام عليك يا ابني انا لسه مصليه الفجر وبتاع نوع بقى ولع طبعا ايه طبعا ضرب الكبريتة مديها وداخل تحت الدش ويا سيدي لو اتقطعت الميه يا سيدي بس ايه بس تمام كنا شغالين برضه الحمد لله. بس برضه اول حاجه انه ناس كتير فاكره ان الموضوع كان سهل بالنسبه لي، او كانت ناس كتير قوي فاكره انه كانت ناس كتير فاكره انه ربنا اداها لي كده. لا خالص انا تعبت جدا. لا والله تعب كتير قوي لما وصل الحمد لله ان شاء الله اكتر واكتر باذن الله. باذن الله. دودو ازيك عامله ايه تمام؟ النجمه المتالقه دره الزروق اهلا بيكي ومنورانا النهارده على القناه المصريه، والف الف مبروك كل النجاحات الجميله. يعني واحنا النهارده بنحتفل بوداع عام وقدوم عام، يعني حاسه بايه وايه الشعور اللي انت حاساه وبنخلص من سنه وبنخش في سنه جديده وبتمر احداث وحشه وبتمر احداث جميله، حاسه بايه دره؟ والله
والله انا عايزه اقول لك يعني هي سنه 2009 كان فيها حاجات حلوه بس انا حاسه انه خلاص بقى يعني كفايه 2009 عشان كان فيها احداث برضو مش لطيفه يعني كتير فبنحاول نتفائل بسنه 2010 يا رب تبقى احلى بكتير وكل سنه هو لازم في راس السنه متهيألي ان الواحد يتفائل بالسنه الجديده ان احنا بنحس انه يعني يبقى في تقييم كده للسنه اللي فاتت طب انا عملت ايه وصلت فين ايه اللي عايزه احققه وما حققتوش احاول احققه في السنه الجايه وطبعا ندعي ربنا ان تبقى سنه حلوه علينا جميعا ويا رب كل اللي نفسه في حاجه يحققها. يمكن درة كانت بدايتك ما شاء الله يعني كبيرة في أول عمل لكي كان هي فوضى مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين والأول في الغرام مع السيناريست الكبير وحيد حامد وأعمال كثيرة ونجاحات كثيرة وفي الدراما التلفزيونية وعد مكتوب وخاص جدا وطيارة ورق كان أول أعمالك. حسيتي إيه الفرق ما بين التلفزيون والسينما وحبيتي إيه أكتر من وجهة نظر؟ هو أولا طالما يعني أنت ذكرت المخرج العبقري طبعا الراحل الله يرحمه يوسف شاهين انا دايما بفتكره في الفتره دي بالذات عشان كان بيعمل كريسماس عنده وكان في الوقت اللي بنعمل فيه او قبل ما ندخل هي فوضى بشويه كان عامل حفله كريسماس وعزمنا كلنا وكانت جميله جدا فدايما بقعد افتكر يمكن ده اخر احتفال يعني هو احتفل واخر احتفال يعني كنا حواليه الاحتفال الوحيد بالنسبه لي عشان انا يعني لحقته في الاخر شويه للاسف فدايما على طول بفتكره وبقول الله يرحمه يعني كانت ايام جميله وطبعا هو اللي اكتشفني في مصر وهو اللي قدمني فانا بحبه قوي ودايما في بالي يعني على طول. بالنسبه وكان ايه السؤال بقى انا هتكلم حاجه ثانيه انت يعني اشتغلتي السينما والتلفزيون حسيتي ايه اكتر انت منسجمه له اكتر حباه اكتر؟ بص انا حابه الاثنين انا يعني بحب السينما شويه اكتر لانه بحس ان السينما ليها بريق خاص كده وهي اللي بتعمل تاريخ الممثل تكنيك السينما كمان يعني يمكن بحبه اكتر بس برضو التلفزيون مهم جدا انا لما جربت التلفزيون حسيت قد ايه هو مهم وقد ايه على فكره العمل الحلو والدور الحلو ايا كان سينما تلفزيون او مسرح هيعلم وهيفرق معاك جدا يعني لو عمل تلفزيوني ناجح يعني مش مثلا كم واحد اللي هيتفرجوا في السينما لا ده ملايين في مصر وفي الوطن العربي بيتفرجوا على فضائيات وبعدين بتبقى 30 حلقه فلو دور نجح فالحمد لله بيعمل اكتر من السينما بكتير كمان يعني بيقرب للناس. سامو يعني شايف النجم سامو زين يعني شايف انك الظهور في التلفزيون بيأثر على النجم في خاصة في في في, في السينما من وجهة نظر؟ لا مش شرط يعني بيحرق الممثل كده؟ لا مش شرط خالص يعني زي ما كانت بتقول درة دلوقتي انه مهما كان الدور سينما او تلفزيون او اي ما او حتى فيديو كليب او اي حاجة مختصة في التلفزيون يعني ما اعتقدش انه هي قد ما حتم الدور وشكل الدور وميزه الدور هي اللي بتاثر على الفنان نفسه وبتديك انطباع عند الناس ممكن تكون انطباع ده يوديك مرحله جديده في حياتك من شخصيتك اللي قدام الناس كلها فما اعتقدش انه السينما ممكن تاثر على التلفزيون والتلفزيون ياثر على السينما بس هي زي ما قالت يمكن السينما ليها شكل معين ليها فكر معين عند الناس فكر معين كمان عند الفنان نفسه اصلا انه السينما ليها تاريخ بالنسبه لك بيعيش معاك وبيقضي معاك وبيتبني معاك وعند الجمهور بتاعك فعلشان كده بحس انه الافلام بتعيش اكتر مع الفنان بتحس ان انت جواك ده في احساس انه انت عايز تستمر معاه بالسينما انا ده اللي بحسه بس على فكره انا عايز اقول حاجه يعني ساعات في اعمال تلفزيونيه اقيم واحلى بكتير من اعمال يعني اعمال سينمائيه مش كلها طبعا في اعمال كويسه جدا وبتفضل يعني في التاريخ وكل حاجه في اعمال لا بتموت على طول لان يعني مستوى العمل هو اللي في اعمال تلفزيونيه لا بقت تاريخ يعني ليالي الحلميه ورأفت الهجان وارابيسك والمال والبنون يعني في مسلسلات كتير احنا في الذاكره بتاعتنا كلنا طبعًا ومش هننساها طبعًا يعني مهمه برضو طبعا النجم سامو زين يمكن كانت
انطلاقتك من خلال أغنية أنا ليك حققت نجاح كبير، هي طبعا إخراج المخرج المتألق سعيد الماروك، وده يمكن كان أول كليب بيخرجه، كليب أنا ليك للنجم وشه كان حلو عليه يعني. وواضح دور إن وشهم يعني هما الاثنين كانوا كان سعيد كان وش استعد عليكم سعيد، سعيد مخرج يعني من أول ما شفته أصلا قلت له أنت، قلت له أنت في حاجة كده غريبة يعني، وهو نفس الحكاية أول ما شافني قال لي أنت بتعمل إيه؟ قلت له أنا بغني يعني. فقال لي فيك حاجة كده يعني، كان شاف لي أغنية كنت لسه عاملها، فهو قابلته أنا في ألمانيا وبالصدفة أصلاً، فهو قال لي إنه شكلك غريب يعني، فحاسس إن أنت ممكن تعمل حاجة كويسة يعني الأيام اللي جاية وكده. فحصل الصدفة بيني وبين سعيد يعني، مش حكاية إنه أنا يمكن أول واحد اشتغلت مع سعيد أو هو اشتغل معايا أو أي حاجة، بس هي حكاية إنه الفنان أو المخرج أو المبدع عامة هو اللي بيبين نفسه يعني. أنا اشتغلت يمكن أول واحد مع فهد، كان أول انطلاقة ليا مع فهد تميم، محمد عاطف، هيثم الفيل، ناس كتيرة قوي أنا اشتغلت معهم، كان يمكن أول انطلاقة ليا معايا. بس أنا بعتقد إنه دايما الفنان أو الملحن أو الشاعر أو المخرج أو أي إنسان في أي مجال تاني ياخد حقه، يستاهل ياخد حقه، يبقى يكون موصول أو واصل لكل مكان لكل الناس. عارفه هو قال ايه؟ عارفه هو قال ايه دلوقتي؟ شوفي قال ايه؟ ايه الحكايه للنهار بلاقيك معايا، اجي ابص في المرايه الاقي صورتك جنبي ليه وقدام عيني، بس متحرم عليا قولي مين سقك عليا تلقى راحتي واعمل نهار بلاقيك معايا، اجي ابص في المراية الاقي صورتك. يلا اهو ايوه يلا درع
بنمشي الليل وانت حبيبي انت فكر الدور لو سمحتوا كلكم موجودين انا يلا معاك فنستقبل لو سمحتوا. عناصر نجاح او اكتمال اغنيه انا ليك والفيديو كليب كانت عامله ازاي وظروفها كانت عامله ازاي؟ عرفنا برضه. دي بعد مشقه دي بعد العذاب اللي انتوا شفتوه في التقرير يعني هيو. ف انا ليك يعني اقدر اقول انه هي بدايه الحقيقه بتاعتي فليها طابع خاص انه يمكن ظروفها كانت مختلفه شويه انه ايمن بهجت قمر كان لسه اول ظهور ليا فهو ما كانش عارفني فكتبها بربع ساعه الاغنيه الملحن عملها على البلاي ستيشن بجد على البلاي ستيشن ايوه طبعا هم ما شاء الله عليهم والموزع وزع الاغنيه دي بطريقه غريبه يعني وحتى لما اتصورت الاغنيه سعيد عمل حادث اربع ايام يطلع من حادثه يخش في حادثه وانا جاني زي هبوط حاد وانا بنزل في الميه لا 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 انا بسحب انا اسفه ان انا قلت وشها مش حلو عليه لا يعني غيرت رايي خلاص لا لا كانت كانت انا ليك كانت مصيبه بصراحه فيها مجهود وشغل اهم حاجه انها نجحت في الاخر والله العظيم كله يهون يعني مفيش نجاح بيحصل غير بعد التعب ولما نجحت الاغنيه انا ما كنتش اعرف اصلا انا كنت في لندن و كنت قاعد في لندن و فجالي واحد كده من اصحابي قال لي انت بتعمل ايه في لندن؟ قلت له ليه؟ قال لي انت اغنيتك مكسره الدنيا في مصر. فقلت له معقوله؟ قلت له انا ليك؟ قال لي اه. فجيت مصر وانا داخل لسه على مصر من الطياره لقيت لك بقى كان واحد تاني تماما يعني. فكانت البدايه بالنسبه لي يعني ف بعد كده حبيت اني اركز بالفن اكتر تركز بالفن اخد الموضوع بجد اكتر يعني بالنسبه لي اكون عندي حس فني اكتر او ذكاء فني. اكون بعرف اختار فني كويس جدا ازاي انا اكمل الكارير بتاعي بشكل مختلف وده اللي حصل معايا يعني انت بجد شوقتنا واكيد شوقت المشاهدين اللي هم يعني نسمع مع بعض اغنيه انا ليك للنجم سامو زين ونفكر كل المشاهدين ونفتكر ظروف النجاح بقى سامو والتعب وال يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا غرابي يا أحلامي حبيبي يا غرابي يا كلامي يا أحلامي قربي لي خدي عيني ما انت ليا في الدنيا حبيبي وانا جنبك حاسس في دنيا تانية قربي ضميني خديني مرة تانية حبيبي وانا جنبك حاسس في دنيا تانية قربي ضميني
ما شاء الله عليك يا سامو، ودايما يعني مزيد من التألق والنجاحات، وبرده للنجمة التونسية الجميلة. هو بيغني دايما حلو بس المرة دي أحلى أحلى النهاردة عشان السنة الجديدة دي نعتبرها معاكسة. أنت موجودة يعني مظاهر الاحتفال في رأس السنة، يمكن دورة أنت يعني من تونس البلد الجميلة الخضرة الجميلة، طبعا النجم المتألق سامو زين من سوريا بلد برضو جميلة جدا يعني تونس بلد الفن أصلا. أنا أصلا تونس ليها مساحة كبيرة من قلبي أصلا. جمهور تونس، أنا أول ما يكون عندي حاجة في تونس أو حفلة في تونس أصلا بكون أسعد إنسان في الدنيا، عشان تونس بلد الفن وبلد الذوق وبلد تونس الخضراء يعني. فمش غريبة على تونس تطلع منه كله ده يعني. ربنا يخليك. انا عايزة اقول بقى على سوريا طالما هو اتكلم. لا بجد مش عشان هو موجود يعني. انا كل اصحابي عارفين ان انا ليا اصدقاء كتير في سوريا من الفنانين كمان والممثلين هناك، ودايما في زيارات متبادلة بيجوا لي وبروح لهم وكده، وبحب الشام جدا. وعندهم احلى اكل يعني، معلش مع احترامي للجميع. كل بلد فيها اكل حلو، بس بالنسبه لسوريا الاكل توب يعني، حلو جدا. وفي مطاعم حلوه قوي في الـ يعني اسمها ايه، البتومه والشمعه يعني المدينه اللي هي القديمه، والمالكي وابو رمانه والحاجات دي. ايوه وابو رمانه. انتوا حافظين بقى يا شباب. وبعدين حتى جبل قسيون اللي هو اكلت فول هناك فوق.
لا ما كنتش من هناك. شفت السوريا طب ازاي كبيرة كده؟ شفت المنظر حلو قوي يا جماعة لو سمحتوا تبعتوا طبق فود. لا طبعا لا لا وجميل الناس كمان هناك تحس انهم محافظين كده على العادات والتقاليد بتاعتهم وحاجة جميلة جدا يعني بجد. بس غير كده كنت هقول ايه بقى كان سؤال شفت بقى كل مره يا جماعه انا هشتكي هشتكي للمشاهدين. يعني دره يمكن بتنسى شويه فهنبدا. طب نظهر الاحتفال براس السنه في تونس عامل ازاي برضو في سوريا؟ بص انا عايزه اقول لك يعني في كل البلاد هي مظاهر احتفال براس السنه واحده يعني كل الناس بتحتفل. هو احلى حاجه راس السنه ده يعني في اعياد تلاقيها خاصه بكل بلد وفي اعياد دينيه فخاصه بكل دين او كل فئه. بالنسبه لراس السنه طبعا العالم كله احلى حاجه انه العالم كله في نفس اللحظه الساعه 12 كله بيحتفل وكله كل سنه وانتم طيبين. كل الناس بتبقى حواليها الناس اللي بتحبها واصحابهم وقرايبهم وكده فبيبقى يعني احتفال تحس انه العالم كله بيحتفل والعالم كله بيمر السنه الجديده. فدي ما فيهاش فرق بين بلد وبلد. طبعا في تونس نفسه هنا بيبقى في حفلات وبيبقى في زينه وبيبقى في يعني خروجات وسهر وفي ناس بتحتفل في البيت برضو. بس فعلا يعني كل الناس بتحتفل. في سوريا مظهر الاحتفال عامل ازاي سامو؟ والله يعني بنطلع صواريخ وبنعمل حاجات هي جدا. هي احتفالات طبيعيه زي ما بيحصل في مصر والوطن العربي كله في تونس المغرب الجزائر اي حته ثانيه في العالم كلها. هي واحده او في الخليج او في اي حته في الدنيا هي واحده. اصحاب والناس اللي بتحبهم يتجمعوا مع بعض كلهم يحتفلوا ببساطه. يعني هي الساعه 10 9 8 هي ساعه الصفر بالنسبه للانسان بيتفائل انه كل حاجه هتتغير في حياته. هي مساله تفاؤل اكثر مساله انه انت بتحس انه انت داخل على سنه جديده على عام جديد اللي حسوا انت جواك انت والناس بتحبهم بتحس ان انت متفائل معهم. فيا رب يكون كل الناس اللي جايه معاك كلهم متفائل بيهم يا رب ما يكونش حد مش متفائل فيه. هو اهم حاجه التفاؤل. عايزه حابه تقولي حاجه دورك؟ ايوه كنت حابه اقول حاجه دي مهمه جدا يعني لان احنا طبعا بنتكلم عن الناس اللي بتحتفل وانا مش عايزه انكد يعني بس طبعا عايزه اقول ان في ناس يعني في راس السنه يعني في ناس في المستشفيات وفي ناس ما عندهاش الامكانيات انها تحتفل وفي ناس عندها مشاكل معينه او مضطره انها تقعد او في ناس يعني في غربه او في يعني او حد لوحده او حد تعبان. انا عايزه اقول للناس دي كلها اتمنى انهم بيكونوا بيتفرجوا علينا ولو بيتفرجوا علينا احنا معاكم يعني انتوا مش لحقتوا احنا قاعدين عشان نساعدكم احنا هنا عشانكم انتوا يعني بالذات يعني. طب يعني بيبقى في برضه يمكن انت طرحتي قضيه برضه مهمه جدا نتكلم فيها النهارده. يمكن في بعض الفنانين المرموقين بيشاركوا في يعني او بيحصلوا على مناصب فخريه زي سفراء للنوايا الحسنه. هل في حد منكم مشارك في الاعمال في بعض الاعمال الانسانيه او الخيريه؟ انت مشارك يا سامو في حاجه او بتعمل حاجه او دوره؟ لا بص هو الحقيقه انا يعني اتمنى ان انا اكون سفيره النوايا الحسنه بس الواحد حتى لو ما تسماش يعني ما جالوش المنصب ولو ترشح لازم يعني يكون طبعا يا ريت يعني بس هو من غير كده يعني لازم الواحد بينه وبين نفسه حتى يكون سفير النوايا الحسنه. يعني ايه؟ يعني ان هو كل ما بيقدر يعمل خير بيعمل. ساعات احنا برضو كفنانين يعني مثلا يعني في جمعيات بتعمل جمعيات خيريه وجمعيات بتعمل يعني حاجات مثلا لمرضى السرطان. انا شاركت في حاجه زي كده في اسكندريه قريب وفي مثلا للايتام يوم برضو اليتيم بنعمل حاجات يعني بنحاول نكون موجودين في كل مناسبه نقدر نكون موجودين فيها. وغير كده طبعا الواحد يعمل خير من غير ما يقول يعني ما ينفعش يطلع يقول انا بعمل وبعمل يعني لازم الواحد يحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل خير على طول كل ما عمل كل ما كان يعني برضو قليل فيحاول قدر الامكان. وطبعا لو ممكن يعني اسامينا او شهرتنا او حاجه تفيد حاجه زي كده دي اهم حاجه للفنان يعني دي يمكن اسمى وارقى حاجه ممكن يعملها الفنان. كلامك مظبوط. يمكن انت محمد كنت شويه يعني ما انا هقول لك اصرارك معايا ان انت تروح تشوف انا بعمل ايه. انت عارفني انا من الموضوع ده بالذات ما بحبش اتكلم فيه انت مشترك. انا فعلا اصريت واتفاجئ يعني يمكن وانا بتكلم مع سامو عايز اقول للمشاهدين برضه يمكن يعني كنت بقول انا عارف ان سامو زين عنده بنت فلقيته بيقول لي لا انا عندي اولاد كتير
فاستغربت قلت له عندك اولاد كتير؟ قال لي انت بتجوز كتير؟ كل الناس قلت له بصراحه انا ربنا كاتب لي اربعه لسه ما قررتش يعني لسه يعني بنظبط نفسنا يعني. انت عندك اولاد كتير يا سامو صح؟ ربنا يخليهم لي اه ربنا يخليهم لي اه انا عندي اولاد كتير وانا فخور انه يكون انا ويا رب يزيدوا يوم بعد يوم بالنسبه لي انا. تعال نشوف التقرير ده بلاش نتكلم يعني انت مصر برضو انك تطلع التقرير ده فتفضل تعال نشوف التقرير تعال دوره وسامو والمشاهدين طبعا بعد نشوف تقرير بلاش نتكلم عنه نشوفه ونرجع نكمل بيه كلامنا ونجومنا هيبقوا مصرفينا داخل الكيس. كتير من المشاهدين ما يعرفوش ان كان سامو زين عنده اولاد ولا لا، لكن احنا اكتشفنا ان سامو عنده اولاد بالفعل بس اولاد مختلفين. اكتشفنا وسجلنا بالكاميرا قد ايه بيحبهم وبيرعاهم وبيتابع احوالهم اول باول. تعالوا نشوف سامو وحكايته معاه. دول اجمل حاجه في الدنيا كلها، دول الناس اللي الواحد المفروض انه يحس بيهم ليل نهار. كل سنه وانتم طيبين في السنه الجديده دي. احنا ناسيين الناس دي شويه، فاحنا الناس دي لازم نكون معاهم على طول. يعني انا النهارده حبيت اني اكون معاكم في كل حته انا بروحها لحاجات ناس اول مره تشوفها فيا. الحمد لله على كل شيء. بقدر اقول انه نسم السعاده ليهم حتى لو دقيقتين سنة اربع خمس مرات. دي اجمل حاجه في الدنيا نعملها احنا الناس دي. انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يا رب عيد عليهم يكون سعيد ودايما يبقوا سعاده. خلينا رجعنا لكم مرة تانية وسهرتنا على المصرية ليلة بالعمر، وكان مشرفنا في الاستوديو ايه النجمة التونسية درة. يعني بنشكرها على وجودها معانا، وانضم لنا دلوقتي في الاستوديو الموسيقار الكبير صاحب مشوار طويل من البصمات والنجاحات، اصغر عازف اكورتيون مع ام كلثوم كوكب الشرق. يعني انضم لنا في الاستوديو الموسيقار الكبير فاروق السلام، اهلا بيك معانا. صاحب النوته، صاحب النوته التاريخيه كمان. شفت كده؟ تحيه كبيره طبعا، تحيه كبيره للموسيقار الكبير طبعا. يعني نجاح طويل وجميل هنتكلم عنه، بس حابب تسمعنا ايه؟ طبعا الناس تبقى حابه تسمع طبعا انا موسيقاك الجميله. أيوة. بعد اذنك يا محمد، بس انا اقول تقديم انا للاستاذ الكبير. اتفضل. انا شرف كبير ان انا اكون قاعد معاك يا استاذ، وانا اقول لك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت شرف طيب. كبير فعلا، انا بتشرف بيه ان انا اكون قاعد جنب حضرتك، عشان انت تاريخ عظيم احنا بنتعلم منه يوم بعد يوم. استاذ يلا هنقول ليله حب عزفتها مع الست ام كلثوم. الله الله الله، ملك الاكورديون. الله الله
الله الله يا استاذ. انا عايز اقول لك معلومه ان الاستاذ فاروق سلامه ملك الاكورديون، اول من ادخل الربع تون طبعا الاكورديون طبعا، يعني تاريخ طويل جميل. أيوة. اللي اكتشفت نجوم كبار، يعني كان في بصمات عديده يمكن ده تلمست على يد او ايد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. يعني حابب تقول ايه النهارده واحنا بنحتفل بمرور عام 2009 وقدوم عام 2010، ونفسك تقول ايه في الـ في الـ في الـ في جو الموسيقى اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي؟ والله انا سعيد جدا ان انا في الليله الحلوه دي اللي هي ما بين 2009 و2010، وان شاء الله اكون سنه جديده على مصر وعلى العروبه وعلى كل العالم يا رب بالخير والسعاده، وان الفن يزدهر في مصر يعني، ويرجع الفن الجميل والزمن الجميل. يعني انا طبعا عشرت بليغ حمدي والموجي وسيد مكاوي، وتلمست على ايد الدكتور موسيقار محمد عبد الوهاب في التلحين. فطبعا بشوف فرق كبير بين التلحين زمان والتلحين دلوقتي. بحس ان كان يعني زمان في ابداع يعني، وبتمنى ان الملحنين اللي موجودين دلوقتي يعني يختاروا الطريق كل واحد يبقى له مدرسه، يعني كل واحد ينتمي لمدرسه يعني، بقولوا اللي ملوش كبير لازم الواحد يبقى له يعني كبير، يبقى له مدرس يعني، يبقى له مدرسه. في مدرسه الصنباطي، في مدرسه عبد الوهاب، في مدرسه بليغ حمدي، الموجي، كل واحد فيهم الحقيقه له مدرسه. فلازم الواحد يسمع يعني، اذا حب ملحن من الزمن الجميل يسمع له الحان كتير، ويعيش بقى في المدرسه دي، ويبدا بقى يبدا منها. انما لوحده كده ويحط الاورج والكمبيوتر وكل الالحان تبقى فيها درامز، مش معقوله كل الالحان تبقى فيها درامز. يعني في الحان عاوزه التوزيع، والحان مش محتاجه توزيع يعني. الحان شعبيه بتبقى زي ايه مثلا يا استاذ فاروق؟ الحان شعبيه يعني مثلا انا لما عملت سلامتها ام حسن الله، وكل على كله وسته بس ده لنجم عدويه، ده احمد عدويه، وعملت له احنا معلمين والاسم شحاتين وصح معلمه في فيلم عادل امام. الحان نجحت بدون التوزيع الصاخب وبدون لا كان في درامز ولا حاجه يعني طبعا. في بونجوز وطبله ورق ودف، حاجات الات خفيفه بسيطه يعني. درامز ممكن في الالات في لحن يكون غربي يعني، مدي للون الغربي او كلاسيك او حاجه يعني كده. يا معلم لصباح لما عملتها لصباح، خليت صباح دخلت في اللون الشعبي يعني. هي بليغ حمدي كان مديها اللون الدلع، هو فريد الاطرش لما فريد الاطرش عمل لها يا دلع دلع، وبليغ حمدي عمل يانا يانا وزي العسل وبيقولوا لي توبي، كان كل ده دلع. بس يا معلم ادتها الشعبيه طبعا، دخلتها في الطريقه الشعبيه والحمد لله نجحت. وكان اول لحن اعمله لصباح يعني نجاحات جميله، وزي ما انا قلت ودايما ربنا يوفقك ويكرمك ومزيد من النجاحات. هو اتفضل استاذ. هو اللي انا عاوزه ان انا مثلا بعمل لمياده الحناوي، بعمل لها اغاني تمشي مع صوتها والنفس الطويل بتاعها والطرب بتاعها. اعمل اغنيه مثلا لسميره سعيد او للطيفه، او يعني اعمل لها حاجات خفيفه على قد مساحه الصوت، على قد مساحه الصوت والطبقه يعني ما اخلطش يعني. مثلا لو انا عارف ان الصوت ده خفيف فبتدي له اغنيه على قد مساحه الصوت يعني. امال ماهر مثلا، امال ماهر صوت جميل وصوت كلنا لما سمعناه بيغني لام كلثوم اتبشرنا خير يعني، قلنا بس في انسانه هتفكرنا بالطرب بتاع الزمن الفني الجميل. فلما هي عملت اغاني خفيفه واغاني ديسكو، انا لو اجت قالت لي اعمل لي اغنيه خفيفه مش هعمل لها اغنيه خفيفه، لازم اعمل لها اغنيه فيها الطرب، بس مش مهم الطول بقى يعني. اغاني ام كلثوم كانت بتبقى بنص ساعة وتلت ساعة ونص ساعة. في اغنية قلتها لنا قبل التصوير انا بسمعها لشيرين، احنا لازم نسمعها. بس قبل ما نسمع اي اغنية دلوقتي هنرحب مع يعني هنضم لنا دلوقتي في اللوكيشن بتاعنا من النجوم الصاعدين بقوة الفنانة رندا حافظ، هتنورنا دلوقتي بس بعد الفاصل. We'll be right back.
شيرين رجعنا لكم مرة تانية وسهرتنا ليلة بالعمر وانضمنا دلوقتي في لوكيشن قصر محمد علي قصر الاحتفالات الفنانة رندا حافظ. ازيك يا رندا عاملة ايه؟ ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كل سنة وانتم طيبين وانا بجد مبسوطة قوي ان انتم جبتوني المكان ده. انا أول مرة أجي هنا وبجد مبسوطة ومنبهرة ان في مكان حلو قوي كده وانا ما جيتوش لسه يعني. رجعنا لعصر جميل مفتقدين وبنحتفل بالظبط كده. يعني لينا حظ ان احنا بنحتفل في قصر محمد علي. انا ليا حظ طبعا ان انا موجودة معاكم النهاردة وخصوصا طبعا في اللوكيشن الحلو قوي ده. يعني رندا يعني اول اغنية كانت يعني حسينا ان هي وش السعادة عليكي، كانت انطلاقة ليكي بقينا نشوف في الشارع رندا حافظ، رندا مين رندا حافظ يا جماعة، مين رندا حافظ؟ فهو ده يعني يمكن سر النجاح انك قدرتي تثبتي في اول عمل ليكي نجاحك من خلال طبعا ادائك المتميز، كنت مجتهده جدا. ايه رايك لو عرفنا المشاهدين مين هي رندا حافظ من خلال اغنيه مياله؟ طبعا كده بالظبط نسمعها مع بعض ونرجع نكمل بقيه حوارنا. تمام يلا بينا. وجابني وانت لا ترحم شوي.
شادي قناة المصرية ورجعنا لكم تاني وسهرتنا لسه مستمرة ليلة بالعمر، ويمكن زي ما حضراتكم شايفين يعني نجومنا مشرفينا وامتعونا من خلال اصواتهم الجميلة، ولسه معنا داخل اللوكيشن الموسيقار الكبير فاروق سلامة. يمكن يعني استاذ فاروق يعني عايزين نطرح قضية برضو، كان زمان كانت المنافسة ما بين الممثلين بين الملحنين الشعراء كانت منافسة شريفة، كان تلاقي مثلا الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي يروح يسمع الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي ايه رايك في اللحن ده؟ شايف ان العصر اللي احنا فيه اختلفت الامور عن زمان من وجهه نظرك؟ طبعا حضرتك عصرت العصر ده وعصرت العصر ده وعملت الاغاني القديمه والاغاني الخفيفه، فشايف ايه من وجهه نظرك؟ اختلفت فعلا الزمن اللي فات. كان ممكن مثلا محمد الموجي بيعمل لحن لعبد الحليم حافظ بيبقى هناك كمال